اقترب الوقت وازداد معدل الأدرينالين وزادت الاستعدادات بانتظار ساعة الحسم والقرار نحو انتخابات تشرين، وبدأت الصورة أوضح. الدعايات علقت وتنافس المرشحون والأحزاب والكتل، أيهما أكبر؟ أما الوجوه الجديدة فتتخوف أمام وحش المال السياسي واستغلال المناصب في فترة ما تبقى للانتخابات التشريعية. أرحب أنا وإياكم أعزائي المشاهدين بالسيد سلام الزبيدي، عضو وقيادي في ائتلاف النصر. أهلا بك. حياكم الله. أهلا وسهلا. يعني اليوم الحديث عن الدعايات الانتخابية، بدأت المفوضية هذه المرة من فترة مبكرة جدا، بدأت علامات الدعايات الانتخابية، ولكن هدي متارجعة يعني كانت. يعني حتى الصور الانتخابية يمكن الآن بدينا نلحظ وجودها شوية. شنو السبب؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل التحايا لحضرتك ومن خلالك إلى مشاهديكم الأكارم. بالتأكيد اليوم هذه الانتخابات قد تختلف كثيرا عن كل الدورات السابقة. التعديل الأخير لقانون الانتخابات يعني أتاح للمرشحين بأن تكون فترة 3 أشهر وأكثر، يعني تقريبا لإعلان الدعاية الانتخابية، وهذه حقيقة يعني ما استغلها المرشح بشكل جيد أو استغل الفترة الطويلة، على اعتبار أنه كان هناك عدم استقرار في العملية السياسية، يعني أعطت رسائل حتى للمرشحين للكتل السياسية حتى قبل أيام قليلة بأن هذه الانتخابات ممكن أن لا تجري في موعدها المحدد وممكن أن تؤجل. وأخير الانسحابات الأخيرة والتقاطعات أيضا ألقت بظلالها، وبالتالي كانت كل الكتل السياسية متخوفة في البدء بالإعلانات أو الملصقات أو الفليكسات. يعني هناك كانت بعض الدعايات أو المناوشات بين بعض الفرقاء السياسيين، وللأسف يعني حتى داخل المكون الواحد هناك بعض التسقيطات، بعض الأساليب اللي ممكن تنافس غير موضوعي بين المرشحين. ولكن بعد إعلان السيد مقتدى الصدر عودته للانتخابات والاجتماع الأخير اللي جرى في القصر الحكومي، خرجوا بإجماع بإجراء الانتخابات في وقتها المحدد، وإعلان المفوضية أيضا بأن الانتخابات ستجري في 10 من الشهر. بالنسبة لكلامنا وحديثنا اليوم عن الدعايات الانتخابية، حتى المواطن والناخب يعرف شنو هي المحددات اللي حطتها المفوضية للانتخابات. يعني احنا اليوم نشوف دعايات انتخابية صارت ما تجري بمسار الصور فقط ولا بعرض البرامج الانتخابية، لا، ربما بكسب التعاطف حتى وإن تعدت الحدود المسموحة. فشنو هي الحدود وشنو هي المحددات اللي حطتها المفوضية حتى لا يعبرها المرشح، وشنو أكو هل هناك قوانين عقوبات على المخالفين؟ يعني سؤال مهم هذا حقيقة، وإحنا دائما في مواقفنا بائتلاف النصر دائما ما نذكر المفوضية بمهامها لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، وأيضا لضمان أن تكون هناك دعاية انتخابية تحقق مستوى واحد من العدالة لكل المرشحين بغض النظر عن انتمائهم أو ميولهم أو نفوذهم. هذه حقيقة المفوضية بهذا الإجراء لحد هذه اللحظة عليها مؤشرات وضعيفة. يعني اليوم أعتقد أنه الشهر الأخير كان هو بالقانون هو معد للملصقات، الملصقات اللي كنا نشوفها بكل الانتخابات السابقة والدورات السابقة كانت تحدث في الشهر الأخير قبل إجراء موعد الانتخابات وإدلاء الناخب بصوته. اليوم حقيقة هي أطلقت الدعاية الانتخابية، ولكن مثل ما تفضلت ما وضحت حتى للجمهور للناخب أنه ما هي المحددات والقوانين وكيف تكون مراحل هذه الدعاية. بالبداية أطلقتها على السوشيال ميديا طبع الكارتات، ولكن هي حددت ورجعت قالت أنه راح نحاسب كل شخص يبدأ بملصقاته أو يستغل المناطق العامة أو المؤسسات أو أسطح ومباني بعض المرافق اللي هي مرافق عامة. هذا الإجراء حقيقة لحد الآن المفوضية ما اتخذت يعني إجراء واضح بهذا المجال، رغم أنه الآن يعني شخصيا
مطلع على كثير من المخالفات واستغلال مناطق بسبب النفوذ. هذا السؤال بالتحديد، يعني أكو زين إذا إحنا المحددات غير واضحة، ولكن أكو أشياء منطقية، يعني مو من المعقول أنه يجي مرشح من المرشحين يتبنى أنه حط محولة كهرباء لو اي هذه خطأ لو يعني. مثلا بلط شارع، هو شنو علاقته يعني هنا أكو استغلال أولا ظروف المواطن، وأيضا المرشحين ليستغل نفوذه ووجوده قد يكون في السلطة النيابية أو السلطة التنفيذية. يعني كثير من المرشحين ليستغل السلطة والمال العام والنفوذ، وإلا يعني ما علاقة المرشح بأشياء خدمية هاي تقدمها؟ ممكن أن يكون حلقة وصل بينه وبين الجهات التنفيذية كأمانة بغداد، محافظة بغداد، الحكومات المحلية. نعم هذه جيد انه المرشح يتحرك بهذا الاطار، اما يطلع هنا حتى اذا هو يقدر يتحرك بهذا الاطار، احنا عندنا وجوه جديده نازله الانتخابات ما عندها اي صله باي جهه سياسيه او مؤسساتيه، هي هم ما بيها عداله وما بيها تكافؤ، ما راح نوصل للعداله. وبالتالي اذا هذا الشخص يقدر ياثر على فلان مؤسسه حتى يسوي فلان شارع وفلان كهرباء، واكو بعضهم وصل الى جلب محطه كهربائيه، وبالتالي يعني حظوظ الوجوه الجديدة اللي أعتقد يعني هذه حقيقة مهم جدا. أنا أيضا كشفت بعض الحالات يعني من خلال التنافس، يعني تعرف اليوم الدوائر الانتخابية الضيقة معدودين عدد المرشحين، وكل ائتلاف أو كل كيان نزل تقريبا بمرشح واحد. يعني في ائتلافنا في الدوائر الانتخابية أحد المرشحين يعني إلي شخصيا قال لي أنا قبل أيام نزلت إلى بعض الأزقة، يعني وعدناهم بأن لدينا مشروع وطني، مشروع يبني الدولة، دولة مؤسسات، ممكن من يصير دولة المؤسسات، راح البلد يبنى، راح تكافؤ الفلسطيني، يعني الخريجين يجدون استحقاقهم من خلال الدولة، الخدمات ترجع من خلال الدولة، الفساد يقل من خلال الدولة. اقتنعوا. يقول ثاني يوم اجى شخص من 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 كتله سياسيه متنفذه، والان هو نائب ورئيس لجنه مهمه في مجلس النواب العراقي، يقول اجى ثاني يوم لنفس الزقاق واعدهم باكساء الشارع بمبلغ ما يقدر 150 مليون، يقول قالهم غدا راح تنزل الاليات والشارع يتبلط. يقول خابروني قالوا لي تعذرنا راح ننطي صوتنا لهذا الشخص. هذا حقيقة اليوم المفوضية دور المفوضية، اليوم أعلنت السيدة جمانة الغلاي المتحدثة، قالت اليوم المفوضية تؤكد وتجدد استعدادها التام لإجراء الانتخابات وتحقيق العدالة والشفافية والنزاهة والرقابة. يعني همنا ذكرت أنه اليوم تقريب 76 سفارة فاتحوهم دول عربية وصديقة راح تراقب الانتخابات. هنا شلون نعطي رسائل للمواطن بأن هذه الانتخابات نعم تحتاج مراقبة، تحتاج إعلان النتائج، تسريع إعلانها أؤكدوا اليوم عليها خلال 24 ساعة، هذا مهم جدا، ولكن أنت الدعاية الانتخابية ماذا تتحقق بها؟ تكافؤ الفرص والعدالة، والمواطن ظروفه قاسية أستاذنا الكريم، والله العظيم وبعيني ممكن أنت شفتها على السوشيال ميديا، وصلنا إلى درجة أنه لفة فلافل يحط الكارت مالته وينطيها للمواطن حتى يكسب صوته ويستغل ظروفه، وهذا حقيقة المفوضية مشكلة. المفروض تكون لها دور وقوانين وتحاسب استغلال المال العام. من أين يأتي هذا المرشح بهذه الأموال الكبيرة إذا دي يستخدم موارد يعني الدولة ونفوذها وسلطة؟ يؤشرون على ضعف الرقابة ما قبل الانتخابات اللي هي الرقابة على الدعاية. نعم. من الممكن أكو جهود كبيرة للرقابة أثناء إجراء الانتخابات، يعني هذه أكو مؤشرات جيدة بما يتعلق بموضوع يعني البطاقة القصيرة الأمد، كان هناك إجراء جيد أرسل يعني أعطى أطمئنان أنه ممكن أن يحد كثيرا من استخدامها في عمليات تزوير. الرقابة الأمم المتحدة والسفارات والدول العربية هذه بها إشكال، وإحنا حقيقة عندنا موقف في ائتلاف النصر أخيرا يعني كتبنا موقف للمفوضية، قلنا هناك مؤشر كبير وخطير في أن تحقق هذه الانتخابات شرطها وشروطها اللي طالبنا بها، شرطها وشروطها ثلاث عوامل أساسية في شرطها وشروطها هي المال
والسلاح والنفوذ اللي هو السلطة. هذين ثلاثة لحد الآن المفوضية للأسف الشديد ما عالجتها، ورغم أنه العد التنازلي يعني للانتخابات بدأ يعني بشكل ملحوظ أنه أيام قريبة تفصلنا على الانتخابات، وإذا ما تعالج هذه الفترة راح يصير شنو عندك؟ راح يصير عندك عزوف. اليوم أنت من تنزل للشارع المواطن يقول لك أنا ما راح أروح أنتخب لأن نفس الوجوه راح تتكرر ونفس الأحزاب. مؤمن بأن تأثير السلاح، تأثير الكتل السياسية النافذة راح تأثر على صناديق الاقتراع، وبالتالي راح يصير عزوف، ومن يصير عزوف للأسف ما راح تحقق الانتخابات الغاية الأساسية كانتخابات مبكرة. وهذا الشيء احنا بالإضافة لوجودنا هنا بالاستوديو احنا عندنا شقة بالبرنامج ننزل للشارع ونسأل ايش قد ممكن، او سالنا في احدى مناطق بغداد ايش قد ممكن تاثر الدعايه الانتخابيه بكل اشكالها المنطقيه وغير المنطقيه على قرار الناخب. فاعزائي المشاهدين احنا نروح الان الى استطلاع اجريناه في احدى مناطق بغداد حتى نشوف ايش قد تاثر الانتخابات او الدعايات الانتخابيه على قرار الناخب. احنا الان في منطقة العامرية وتحديدا هذه المنطقة تابعة لدائرة المنصور الانتخابية. راح نسأل الناس عن نشاط الدعائي ودعايات المرشحين اللي يقومون بها، شنو نوعها، ايش قد تأثر عليهم في اتخاذ قراراتهم. هناك من يقوم بالضغط لجلب محولة، تبليط شارع، تعليق صورة، أوراق من أجل رواتب الرعاية الاجتماعية، وكثير من القضايا اللي يمارسوها المرشحين من أجل كسب ود الناخبين. راح نشوف آراء أهل العامرية بهذا الخصوص، فخليكم ويانا. اليوم بنشوف خاصة بالعامرية اكو ناس تعلق صور، اكو ناس تحط محاولات كهربائية، ناس تبلط شوارع، ناس تسوي لعبات بالملاعب، ناس تاخذ اوراق من الناس وتقول لهم هاي مال غذائية، هاي مال رعاية اجتماعية. طول اسماء جيبوها وياكم. راح اقول لك شغلة واحدة، اللي يحيش بالحيلة ليش يموت؟ بالفقر. هذول اذا تيجي على حقيقتهم كلهم عايشين بالحيلة. كلهم عايشين بحيلة، الله وكيلك من تنتهي الانتخابات ما تشوف واحد بعد من عندهم لو تنقلب الدنيا. أنا عمري 60 سنة هيك بشرية مشاريع، يعني يطلعون عالم مثلا تلقيهم واقعين ولا وسعهم، حتى البرنامج مالنا ما يشوفون. ليش؟ لأن بالليل سهرانين يقعدون ورا الظهر، وأنت من أنت وقت العالم أنت متأذي، تسمع مشكلته ومشكلة غيره ومشكلة أنت متأذي. انت عليك رجال توصل القبلة وبيها قبلة وما قبلة وبيها، شو سويت؟ انت ما بيدك، بيدك انت بس هاللقطة وتوصل كلام العالم. طبعا. وانتخابات والله من بداية كذب النهاية كذب. يعني هم اللي يسوون هاي الحركات حتى يأثرون عليك. ايه من المعقول انه راح تأثر بهاي القرارات؟ لا لا ما أتأثر. انا اعرفها والله. والله اعرفها. وبعد يوم قلت له الواحد. قلت له الله وكيلك انتم من تنتهي رسل تليفوناتكم تنقلوا. مبين الشغل من حكي مبين كذب، بس انت ما يسوي لك سالفة. من حكي تعرفوا كذب لو صدق. وانت شنو جايين ما قبل حتى تبليط؟ والله بلطنا هاي والله سوينا. ليش انت قبل وين كنت يا ابو؟ شنتخ. هم نفسهم هم راح يرجعون. هاي الانتخاب العالمي والله انا الانتخابات ولا انتخاب من اسسوا لي حد لا انا ولا عائلتي. لان نفس الوجوه حتى لو اروح باكر انتخب انت من الناس ما عاد ينتخبك. تجي نفس الوجوه نفس هاي. قال شيني بالكلاوت يوم طلع واحد يوم رجع ذاك راح هذا لابس عسكري وصاير قائد وذا ما افتهم له شنو مع شنو. شعب مل وما بعد ما عنده ثقه بيهم نهائيا، وذولا ما يوخرون الحكم نهائيا، ما زال امريكا وياهم. كل كلاوت نضرب امريكا وطلعوا هو من جابهم غير امريكا. السبب هاي مو شغلتهم، هو تشريعي، هو شرع قانون ما له شغله بهاي. وزاره الكهرباء البلديه على هاي الشغله زين، فبالتالي هاي الشغله ما تاثر عليك. هو انا اقول لك بشغله واحده زين،
هو جزء يعني بعلاقاته يأثر عليهم قاعد يسوون شيء بس بهذا حايرين مصالحهم حايرين باللقماتهم فإذا هذا انتخب انتخب وجه جديد ما انتخب المجرب لا يجرب هاي اللي اقدر اقول لك عليه ما اقدر اشغل يعني هاي الدعايات واللي يشتغلون عليها كلها ما تاثر بك مو مصلحتنا مصلحتهم قبل مصلحه المواطن يعني قبل 4 سنين وين كانوا ذولي بالبرلمان وغير البرلمان كل من مالاته المواطن الفقير الي الله هاي الشوارع تشهد لنا وتشهد لنا العالم قال بالحواسم لا كهرباء لا شيء لا وظائف وكل من عنده 12 نفر 12 نفر ما عنده امكانيه يعيش عائلته فالبرلماني ما ميت عليه هاي 4 سنين ما شافني هسه تعز علياني علم صوتي مو على مودي علم صوتي وعلى مود مصلحته هو هاي اول هوتيل كان بلط وشهر محوله هي علاقات بس المواطن ضحيه اول فقره اريد اسولفها الكل المسؤولين كل المسؤولين جميع واحد بالدوله اريد اساله اقول له 15 سنه احنا ما شفناك ايش وقت نشوفك نشوفك بوقت الانتخابات بس ومن يجون هنا خصوصا داخل العامري صار شن انتخابات ينطون فلوس على مشين في سبيل الشباب تنتخبهم يسوون والله يسوون دعاية هاي الصور قدامك ايش قد تكلف تكلفهم مليارات ليش ما يعطوها للفقراء شوارع اكو شارع بيه خير هاي شوف الشوارع قدامك الزبالة مطشرة العالم لا شغل ولا عمل قاعدين على الطالب طالع انا واحد من الناس عنده 5 جهال وقاعد بالحواسم بالتجاوز ما حصلنا شيء اللي نريد نحصله شنو وهسه راح جت الانتخابات ننتخب من هي نفس الوجوه ما في شيء تغير زين يعني هاي الدعايات بالاخير ما تاثر بيك ولا شويه ما تاثر يا طبعا هي اسام اثر علينا شلون ما اثر يعني هسه باي لا اقصد ما تاثر على قرارك بالاختيار يعني مثلا هسه اكو هوايه من المرشحين ايه. هذا اللي يجيب محاوله كهرباء هذا اللي يبلط شارع هذا اللي يحط دعايه بالشارع هذا كذا هاي الاشياء ما تاثر بيك حتى تختاره هي المن راح يسويها راح يسويها المن منطقة هسه قلت لك انت هنا مسؤولين داخل العامريه من يريد يسوي ليش ما يروح يسوي بغير منطقه؟ ايش معنى هنا بهاي المنطقه يسوي؟ ليش قبل الانتخابات قبل سنه او سنتين ليش ما يشتغل؟ ليش جت هسه الانتخابات يلا قاموا يقدمون شيء للعالم؟ وشيء بسيط يعني سؤالي هو اذا بلط شارع او حط محاوله او علق صوره هذا الشيء راح ياثر بيك ويخليك لا ما ياثر ما ياثر كل ياثر لا يقدم ولا اخر ما ياثر تنتخبه؟ على هاي الاشياء بلط شارع قسما على بلط شارع يعني هو ابن البيت هو هذا المسؤول على على لان احنا امانه برقبته هاي مو شغله مرشح انه يبلط شارع ولا آه. شغلته انه يحط محوله لا مو شغلته هاي هو كل من اختصاصه هو دا يرشح كل من اختصاصه يروح بالمؤسسه التشريعيه اللي هي تصوت على القوانين وتراقب اداء الحكومه تمام بس هو دا يسوي هاي الشغله طمعا انه انت تنتخبه فانت هاي الاشياء ايه تفضل لا يقدم ولا اخر لا يقدم ولا اخر الشارع تبلط من ضمن قرارات الدولة هاي وحدة اثنين من حلق صورة ولا بعد صورة ما يأثر عن البراسي منتخبة زين البراسي واللي أعرفه حق المعرفة يلا منتخبة أنا ما انتخب بعد ما أعرفه والله والله تقول صراحة أنا 99% ما أخبيهم كلهم كذابين كلهم كذابين وعود وكلامات و وإذا اجتماعية ونسوي لك راتب وانتخبنا وهي ولا انتخابات كمان يدخل التليفون ويجي رجع ياخذ ملاته يطلع قوم لا انتخابات اصلا بتذكر علينا عندي ميسي احسن من عندهم ميسي ونسني ريحني اتفرج عليه بس هم لا كذابين تقوم بيناتهم وتخربون بيناتهم انسحب فلان جت فلان كتله انسحبت فلان كلها كلاوات كلاوات يضحكون على الشعب عارفين الشعب بس يسمونك ميت يتعبون العالم تشكي بالتالي هاي الاشياء كلها ما تعنيك ما تعنيني ولا يقدمون عندي ولا ياخذون وحتى ما انتخب ما انتخب اصلا متى الانتخابات؟ ولا وصل واذا اريد اوصل اضربه اكس وضح ضحك علي انا عمي بس الشعب كله بيجون مولات وبنايات واستثمار بالخارج يضحكون على الناس واحد جايب له علاقه مال غذائيه تعال انتخبني واحد جايب له صوبه واحد جايب له عمي ضحك علي انفسكم يضحكون علينا كلهم 56 نصب احتياط ما تقطعها اذا قطعتها لا ما اقطع قناتكم لا لا ما اقطع ما اقطع ناس كذابين كلاوشيه يضحكون على العالم لا ذمه ولا ضمير انا مسؤول عن كلامي اختيار المرشح ان يكون الكفو المخلص هذا هذا هو المطلوب زين مو شرط اللي يسوي لي عبد لي شارع او يجيب لي
او ينصب لي محوله او ينصب لي فشي، هذا شيء روتيني زين، هذا مثل ما يقول مو دائم، هذا وقتي زين. واليوم اصبحنا مثل ما يقول على درايه كافيه زين، هذا ان كل حين ما يأثرن علينا. احنا اهم شيء ان يجينا رجل المخلص الكفو اللي يخدم بلده اللي عراقي اصيل. أعزائي المشاهدين، رجعنا من جديد ومستمرين في موضوع حلقتنا. نرحب بك من جديد سيد سلام الزبيدي. يعني شفنا الناس اصلا هم ممتعضين من الدعايات الانتخابية اصلا. على سبيل الذكر المال السياسي، احنا شفنا دعاية تحالف القوى. نعم، دعاية قوية مصروف عليها خوش فلوس. يعني تعرف اليوم، شوف انا قلت لك السلطة والنفوذ حقيقة مؤثر جدا بالدعاية الانتخابية، وكان واحد من أهم الشروط للمفوضية أن تحد من هذا النفوذ والسلطة. وأيضا حتى يوجد أعتقد بقانون المفوضية أنه أي شخص يرشح للانتخابات المفروض كان يطبق هذا القرار أن يترك عمله بالمناصب التنفيذية أو حتى في مجلس النواب العراقي، يعني يترك منصبه لحين الالتهاب الانتخابات حتى لا يستغل لا نفوذة ولا سلطة. للأسف يعني هسه تلاحظ بعض القوى السياسية اللي هي يعني ممسكة بزمام السلطة أو مشاركة بالعملية السياسية دعاية الانتخابية قوية جدا أمام المرشحين الطامحين بالتغيير، أمام التشرينيين اللي كان هم أساس يعني هذه الانتخابات المبكرة، يعني ضاعوا أمام هذه الكتل الكبيرة وأمام هذه الدعايات وأمام المغريات اللي تقدم للمواطن. أنا يعني اليوم هسه من خلال تقريرك أمر مؤلم، أنا ذكرت لك قلت لك اليوم من تنزل للشارع أكو إحباط، أكو لحد الآن رغبة عند المواطن ما يروح يشارك، لأن من خلال كلامهم الأغلبية ذكروا أنه نفس الوجوه راح تتكرر، نفس الآليات، نفس الكتل السياسية، وهذا خطأ كبير. إجراء الانتخابات كأسقاط فرض أعتقد ما راح تحقق الغاية الأساسية من عدها، وهذه بعدين تشكل مثلبة على الحكومة، للحكومة مهامها هي مهام انتقالية، والغاية الأساسية وأولوياتها وإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وعادلة. إذا ما قدرت تحقق هذه الحرة النزيهة العادلة أعتقد أنه هذه راح تكون آخر انتخابات برلمانية بالعراق، لأن من بعدها راح يصير هناك لا يحمد عقباء. شنو ممكن يصير يعني انقلاب؟ يعني لا، هو بعيدا عن الانقلاب، احنا اليوم في جو ديمقراطي، أعتقد أنه الانقلابات هي قد تكون ولت إلى غير رجعة، ولكن انتفاضات كبيرة. تعرف اليوم احنا ما نريد نكرر مأساة الانتفاضة تشرين وما جرى بها من دماء وتعطيل للحياة، وبالتالي اليوم المواطن ما عنده صبر بعد، ما يقدر يصبر على الخدمات وعلى الأمور الأخرى الحياتية المهمة كالكهرباء والطاقة وغيرها. وهذه الانتخابات إذا ما تنتج حكومة قوية وتغير الآليات والوجوه وشكل النظام السياسي والبنية الأساسية للنظام، أعتقد أقولها وأكررها ممكن أن تكون الانتخابات الأخيرة التشريعية في زمن الديمقراطية أو في زمن التغيير. طيب خلينا نحكي ونركز أكثر، يعني ندخل بالعمق بموضوع المال السياسي. الآن إحنا نعرف أكو أحزاب قوية قديمة موجودة قاعدة تمارس دعايات بشتى الطرق بغض النظر عن استغلال المؤسسات الحكومية. هس المال السياسي هل من المفترض أنه يكون عليه رقابة؟ يعني إحنا نعرف الآن أكو أموال جاي تصرف، هل يعرف مصادر هاي الأموال؟ هل أكو أموال جاي تدخل من الخارج إلى العراق في هذه الفترة وتصرف على الحملات الدعائية؟ هاي الأشياء عليها رقابة أصلاً؟ أحسنت، يعني سؤال والله مهم جداً. أعتقد هذه النقاط اللي ذكرتها هي مو غايبة عن المفوضية ولا عن الحكومة، ولكن أنت اليوم تقول لي هل قادرة المفوضية والحكومة أن تحد وهي تعرف أنه هذه الجهات هي ممسكة بزمام السلطة وهي من بيدها تقرر إجراء الانتخابات من عدم إجراءها؟ وبالتالي المجيء بحكومة سيد الكاظمي جاءت من رحم هذه الكتل التي تحدث عنها. لذلك أقولها وبكل صراحة وبكل شجاعة، نعم يوجد هناك مال يمول من الخارج،
وللأسف هي فلوس عراقية تذهب إلى الخارج ومن ثم تدخل لتغير واقع السياسي للأسف يعني. وهناك مال فاسد استغل به استغلت من خلال السلطة وجمع هذا المال بطريقة غسيل الأموال وفتح مشاريع من معاناة المواطن ومن جيب المواطن ومن أموال العراقيين، وهذا حقيقة أيضا لا يوجد عليه رقابة. وأيضا المال السياسي والمال السلطة أيضا دا يستخدم، والمفوضية لم تحرك ساكنا بهذا المجال لأنها لديها حدود ولديها أماكن معينة تستطيع أن تتحرك خلينا بها. خلينا نختم بسؤال مهم جدا الآن. أنتم مثلا في ائتلاف النصر أو بشكل أوسع بتحالف قوى الدولة، عندكم ملاحظات على أحزاب أخرى وحسيتوا أنه هذا التأثير ممكن يضر بقرارات الناخبين في الدوائر اللي مرشحيكم بها، هل أكو فد إجراء ترفعون قضية توصلون رسائل للمفوضية؟ شنو الإجراء اللي تتخذه باقي الأحزاب لو عندها مؤشرات خطر على دعاياتها الانتخابية؟ طبعا احنا ذكرنا يعني قلنا أن إذا حسينا أو شعرنا أنه هذه الانتخابات ذاهبة إلى الآليات القديمة وهناك فرض على إرادة الناخب وراح يتحرك المال السياسي ويأثر بشكل كبير، سيكون لنا موقف كبير جدا، ليس فقط يعني أنه نخسر الانتخابات، لا سيكون لدينا موقف يعني صادم. أكو عذرا يعني أكو سنتحرك بكل الاتجاهات الدولية ونطعن بشرعية الانتخابات إذا شعرنا ولو لحظة هناك تأثير بالمال أو بالنفوذ أو فرض إرادة على، سنتحرك بكل الجهات. مشروعنا مشروع قوى الدولة هو مشروع الدولة قبال اللا دولة، يجب يعني أن نمضي بهذا أكو المشروع. أكو إجراء قانوني موضح من قبل المفوضية على في حال أنت عندك أكيد شكوى ضد فلان؟ أكيد يوجد محكمة اتحادية. ما قدمت لحد الآن أي من القوى السياسية لحد الآن؟ لا يعني لحد يعني الآن بالدعاية الانتخابية هناك صراعات، هناك مؤشرات على بعض القوى، ولكن لم نجد شيء ملموس. عندما نشاهد هذا الشيء الملموس ونلمسه كتحالف قوى الدولة الوطنية لن نتأخر في الذهاب بكل الاتجاهات، إذا كانت من طريق المفوضية أو عن طريق الأمم المتحدة أو عن أي طريق يضمن نزاهة وشفافية الانتخابات. انتهى وقت البرنامج، ربما تجاوزنا عليه. السيد سلام الزبيدي عضو وقيادي في ائتلاف النصر، شكرا. أنا شاكر وجودك معنا، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. هذه ختام الحلقة، دمتم في أمان الله.